أعزائي المشاهدين، والآن مع المطرب رامز جلال. انت كده غلط، انت كده قدمت غلط. يعني قول مش مطرب انا اصلا، تكذب على الناس. مش مطرب. اعزائي المشاهدين، لا تقول مع المؤدي رامز لا خالص جلال. تقول اعزائي المشاهدين بعد ضغط ومحايله مني. رامز قرر انه اعزائي المشاهدين بعد ضغط ومحايله مني، رامز قرر انه يقرفنا، قصدي يغني لنا. اتفضل. تمام. هغني. طب انت شايف يعني ايه المناسب دلوقتي؟ انا شايفك سمعتني كتير ان انا بغني. سمعتك كتير. طب ايه انت حابب ان الناس اقول ايه مثلا؟ انا عايز اسمع صوتك انت، ما تقلدش حد، لان انت بتقلد مطربين. ممكن نغني مثلا حاجه لمحمد فؤاد. ماشي، يا ريت. محمد فؤاد ده حبيبك بقى. طبعا فرش وكده. طبعا. واحد اتنين تلاته. الحب الحقيقي بيعيش يا حبيبي، بيخلينا مفيش بيخلينا خالص فعلا، بيعلمنا نسامح. ايوه بيخلينا نسامح، بيعلمنا نفكر دايما في ايامنا اللي جايه. انت غلط ثواني. هيرجعنا تاني. واجري عليك يا حبيبي واقول لك اوبا حقك عليا. هو ده. ايوه ده طلعيته. هو ده الحب الحقيقي. هو ده. ايوه ده. هو ده الحب الحقيقي. الظرف الحقيقي. العسل الحقيقي. الله يعلم حقيقي. عايز اسمعك لوحدك. نغني رصيف نمرة 5 بتاعت عمرو دياب. الاغنيه بتاعت ايس كريم في جليم. ماشي. رصيف نمرة 5 والشارع زحام، ساكن كلامي ملاقي كلام. تسالي يا خال، تدخن يا عم، تتوه المعاني في لساني لجام. طورو مي بسنجة فرود الفرج. اوبا احمر عني ليجي الفرج. يلا طلعي. طورو مي بسنجة فرود الفرج. وعمر بيعدي ليجي الفرج. للبحر قاسي في اخره مراسي، ولا حد راسي. منين الفرج؟ منين الفرق؟